بيكم مرة تانية وآخر وقفة لينا في هذا الصباح. كلنا بنتابع وبنشوف إن نسبة التلوث اللي موجودة في القاهرة أو في المدن المصرية بشكل عام هي نسبة مرتفعة. خلينا نعترف بدوت. يمكن في مجهودات قامت بيها الدولة، يمكن في تطورات حصلت في الأونة الأخيرة جعلت مصر إن هي ترتفع 10 درجات مرة واحدة من المرتبة 60 في 2012 إلى المرتبة 50 في سلم البيئة الدولي. دي مش يعني مش مقاييس مصرية، لا دي مقاييس دولية. جمعت التقرير السنوي للإحصاءات البيئية لجامعة يال الأمريكية هي اللي وضعت مصر في هذا التصنيف. خلينا نشوف الوضع البيئي بتاعنا ازاي، هل فعلا في تطورات حصلت خلتنا نطلع 10 درجات دول، ولا الوضع بيرجع للاتجاه المعكس. يسعدنا أن يكون معنا في هذا الحوار الدكتورة نبيلة سلطان استشاري البيئة والتنمية. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير عليك وعليكي وعلى مشاهدينكم جميعا. الله يخليك. طب دكتورة بس بعد قبل ما نبدأ بس الحوار هنخرج سريعا للتقرير، يمكن بيحاول يرصد أهم مشاكل البيئة في مصر والتطور اللي حصل فيها، ونرجع بعد كده لفتح الحوار مع حضرتك. بحسب التقرير الدولي للأداء البيئي الصادر عن مركز التشريعات والسياسات البيئية التابعة لجامعة يال الأمريكية عام 2014، فقد تحسن الوضع البيئي المصري على المستوى الدولي خلال العامين الأخيرين، حيث زادت كمية المياه النقية المنتجة والمستهلكة. ونقلا عن التقرير السنوي للجامعة، سجلت مصر 61.11 درجة وحصلت على المرتبة 50 من إجمالي 178 دولة خلال الفترة من 2012 وحتى 2014 مقابل المرتبة 60 في عام 2012. ورغم أن كمية المياه النقية المنتجة زادت بنسبة 4.9% وبلغت 8,920,000,000 متر مكعب في العام المالي 2012-2013 مقابل 8,510,000,000 متر مكعب عام 2010-2011، والمياه النقية المستهلكة بنسبة 1.4%، إلا أن نصيب الفرد من المياه النقية تراجع بنسبة 1.3%، وذلك بسبب الزيادة السكانية. وفي المقابل ارتفع استهلاك المواد البترولية والغاز الطبيعي بنسبة 4.9%، وأيضا انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن استخدام البترول والغاز الطبيعي بنسبة 5.3%، وأيضا ارتفع نصيب الفرد من غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 96% من عام 2000 الذي وصل إلى 1.98% من الطن مقابل 3.88% من الطن في عام 2011 بسبب زيادة الأنشطة الصناعية والسكانية التي تؤدي إلى ارتفاع الانبعاثات الحرارية. مرة أخرى مشاهدينا بنجدد الترحيب بضيفتنا الكريمة الدكتورة نبيلة سلطان استشاري البيئة والتنمية. دكتورة نبيلة صباح الخير. يعني خلينا نبتدي من الوضع الراهن بعيدا بقى عن سلم البيئة ووضع مصر فيه، خلينا نبتدي من الوضع الراهن. الوضع البيئي في مصر كيف مع احترامي لكي برضو ممكن نبتدي من التقرير اللي جه اخر حاجة ان مصر طلعت 10 درجات، بقت في نمرة 50 من 178 دولة. ده معناه نرجع بقى اللي حصل قبل كده، طبعا جهود الدولة كانت عظيمة وفيها جهود واضحة كتيرة جدا، ومع الأسف إنها ممكن تكون مش واضحة في مجالات كتيرة. التقرير ده المفروض إن هو بيتعمل كل سنتين من خلال هيئات دولية، منها المنتدى العالمي لديفوس اللي بيحصل في سويسرا كل سنة، بس ده التقرير البيئي بيحصل كل سنتين، بيشترك فيه جامعة يال في الولايات المتحدة الأمريكية، و مركز دراسات البيئة مركز دراسات وبحوث التشريعات البيئية في جامعة يال بالولايات المتحدة الأمريكية وجامعة كولومبيا من خلال مركز الطبيعة
بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة للبيئة اليوناب واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الفاو والأغذية والزراعة، كمان المجلس العالمي للطاقة، لأنه زي ما حضرتك عارفة أنه البيئة والطاقة هي موضوعات متداخلة. على العموم التقرير ده بيقوم عليه مجموعة كبيرة ومتخصصة من الخبراء المتخصصين في المجالات المختلفة في مجال البيئة. احنا اسفين المقاطعة، بس هنضطر ان احنا نطلع على الهواء مباشرة لمتابعة المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء حول الطروحات العامة الأولى بالبورصة المصرية. نتابع